تومي فيرسيتي يعود من جديد بعد طول الغياب. السلام عليكم يا أصدقاء، معكم محمد جيمز، واليوم سنتحدث عن جي تي اي 6 الجديد بخصوص إصدارها والأشياء المتعلقة بها. ولكن قبل ذلك، أولا سنتحدث عن الشائعات المرتبطة بتومي فيرسيتي، وهل سيعود في الجزء القادم من حرامي السيارات أو لا. اللاعبون يتساءلون عن سبب تأخير جي تي اي 6، والسبب هو بعض المشاكل التي واجهتها شركة روكستار جيمز مع الموظفين الخاصين بها والأشياء الأخرى. أحد الأشخاص في تويتر صرح أن ممثل صوت تومي فيرسيتي يعود للعمل مع شركة روكستار جيمز. توقف عن العمل معها في السابق لأنها لم تقدر مواهبه، وعاد للعمل معها بعد هذه السنوات. البعض منكم سيقول أن تومي فيرسيتي هو الشخصية الرسمية لجي تي اي 6، وأنا أعتقد ذلك، ولكن تبقى مجرد إشاعات قد تكون صحيحة وخاطئة في نفس الوقت كما حدث مع السي جي، ولكن قد تكون صحيحة في حالة واحدة، لأنني سمعت مؤخرا أن شركة روكستار تعمل على جزء آخر للعبة جي تي اي 5 سيتي 2 تقوم بتجربة فيها الجرافيك الخاص بجي تي اي 6 كما حدث مع ريد ديد ريدمشن 2، وهذا يعني أن تومي فيرسيتي سيعود في الجزء القادم إذا كانت الأخبار الخاصة بجي تي اي 5 سيتي 2 صحيحة. أما إذا كانت هذه الأخبار كاذبة، فالسبب حتى تقوم روكستار بإفشاء أسرارها، ولكن هي لا ترد على هذه الاتهامات وعلى هذه الأشياء حتى لو كانت صحيحة. وأنا أعتقد أنه من الممكن أن تكون شخصية تومي فيرسيتي هي الشخصية الرسمية، لأن تومي فيرسيتي لا يزال على قيد الحياة خلال أحداث جراند ثيفت أوتو عكس نيكو بيليك والسي جي الذي لا يعرف أحد ماذا حصل له بعد أحداث جي تي اي سان أندرياس. تومي من مواليد 1951، وهذا يعني أن عمره سيكون أقل من 60 سنة في جي تي اي 6، وقد يكون لا يتجاوز 50 سنة، لأن كل شيء ممكن مع روكستار جيمز. أتمنى أن هذه الأخبار نالت إعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة مع تفعيل زر التنبيهات، ومع السلامة يا رفاق.